أنا اليوم أول شيء خليني أقول لك، أنا اليوم مرشح على الانتخابات. صحيح أنا ابن بشير جميل، وصحيح أنا خلقت ببيئة المقاومة اللبنانية، ببيئة هيدا الجو السياسي الكبير، ولكن اليوم أنا قرار ترشيحي ببيروت هو قرار نابع من ذاتيتي، نابع من قرار شخصي. أنا اخترت هالخيار لأنه اعتبرت اليوم أنه نحن بحاجة لتغيير كتير كبير، بحاجة لتغيير نفس وديناميكية الشغل السياسي بلبنان. اليوم بحاجة لأخلاق، لمبادئ، لاحترام بالتعاطي السياسي. هذا الشيء نحن اليوم جايين نحمله، جايين نحمل أخلاق جديدة بالتعاطي، ديناميكية جديدة بالسياسة بلبنان. يعني عم تتحدث من منطلق حضرتك يعني شاب تترشح إلى هذه الانتخابات، ولكن هذه النقطة كانت ربما نقطة علق عليها خصمكم السياسي بطريقة أخرى، واعتبركم ربما مراهقين في السياسي، ويعني كان يتحدث عنك وعن الأنسة نيلة. أنا ماني ناطي شهادة حدا، ماني ناطي شهادة حدا، ولكن حابب جايب لك معي هيك ورقة صغيرة، موقف من العماد ميشيل عون لجريدة اللواء، سوري عفوا، لجريدة الأنوار بعددها 13 أيلول 2003، يعني من تقريبا ست سنين. بيقول في سؤال للجنرال هون: هل ثمت ملامح حلف أو تحالف بينكم وبين الشاب نديم بشير جميل، أم أنه لقاء بالصدفة حول قواسم سياسية ورؤية مشتركة؟ بجاوب الجنرال وبيقول: إن الالتقاء ليس مخطط له، والموقف الذي اتخذه نابع من قناعاته التي تتشكل لديه خلال فترة صعوده السياسي. وفي الحياة السياسية يصنع الإنسان موقعه، الشاب له موقعه ويتخذ مواقف. الوراثة السياسية في مجتمعنا صعبة، وصعود نجم نديم بشير جميل يصنعه بمواقفه. فبفتكر انا ماني ناطر شهادة حدا، ولكن هون بس حبيت اذكر المشاهدين انه من ست سنين الجنرال ميشيل عون هيدا كان كلامه. فما بعرف، يمكن طالب التغيير تهو يغير، ما بعرف، بس ولكن بفتكر انه غير كثير من مواقفه، واحد من هيدا الموقف يلي بالماضي كان يناضل من اجل الشباب، يلي كان هو عم بيطالب انه الشباب هي ترجع تفوت على السياسه وترجع هي تنعش السياسه في لبنان، اليوم عم بيطالب بالعكس تماما، مثل ما بكثير من المواقف صار عم بيطالب بالعكس تماما. باي حال يعني هذه المواقف رح نتحدث عنها بالسياق، يعني الحديث عن المشروع السياسي، مشروعكم السياسي، يعني ذكرت موضوع الوراثي السياسي، برأيك يعني حضرتك تدخل إلى المعترك السياسي وأنت ربما قطعت أكثر من نصف الطريق كونك ابن عائلة سياسية، كيف تنظر إلى الوراثي السياسي في لبنان، خصوصا أن كثيرين ينتقدون هذا الأمر في لبنان؟ نجي بكل صراحة، في كتير شباب بلبنان منهم جايين من عائلة سياسية ونجحوا بالسياسة في لبنان، في كتير أشخاص جايين من عائلات سياسية والعائلات انطفت او سياسيا، يمكن لمعوا بالاقتصاد وكم استمروا بغير قطاعات، ولكن بالسياسه وقفوا. السياسه منا وراثه بلبنان، خاصه انه نحن عم ندافع عن الديمقراطيه في لبنان. حر واحد اذا ابن قائد تاريخي او اذا ابن رئيس جمهوريه او اذا ابن زعيم سياسي حر يترشح على الانتخابات، وعلى المواطن هو 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 يقرر ويشوف اذا هيدا الشخص مؤهل انه يعمل سياسه ام لا، ولا علي ولا عليك ولا على الجنرال عون ولا على غير اشخاص، هن يقرروا اذا هيدا الشخص وريد او مش وريد، خاصه وقت يكونوا عاطينا براءه ذمه بالوراثه. خصومك السياسيين ايضا يتهمون، يعني مالي هون مالي بدي حابب كمان في احد احد الاشخاص بيقول كمان بال2000 بال2003 وقت كانت معركه بعبدا الفرعيه، بيقول ان نديم جميل دخل السياسه، وهون عم بيحكي عن كمان عن الجنرال عون، من حديث من الجنرال عون، وبيقول ان نديم جميل دخل السياسه برأي الجنرال عون من باب الموقف وليس من نافذة الوراثة. وكمان يعني ما يتهمونا بشيء بالماضي هن كانوا عطينا براءة ذمة من فيهم. نعم، يعني
كيف بتعلقوا على يلي بيتهموكم أنك والآنسة نيلة تويني تخوضان المعركة الانتخابية على دماء بشير الجميل وجبران تويني؟ نحن نخوض كل المعارك في لبنان وليس فقط المعارك الانتخابية، نخوض كل المعارك السياسية في لبنان، مش بس على دم بشير جميل وجبران تويني، ولكن وفاء لكل دماء الشهداء اللي سقطوا من أجل نهائية لبنان الكيان، من أجل الحرية والسيادة في لبنان، من أجل الأمن والمساواة لكل المواطنين اللبنانيين. الشهداء تبعنا، الشهداء يلي سقطوا بالألوف والألوف، ما استشهدوا من أجل أمور بسيطة، استشهدوا من أجل وطن، من أجل قضية كتير كبيرة اليوم علينا نبقى أوفياء لها، نبقى نحافظ عليها، نضل نحكي فيها، ومش بس نحكي فيها، أهم من هيك كمان المهم نطبق القول يلي عم نقوله، لأنه اللي احنا اليوم تعودنا أنه كتار من الأشخاص بيقولوا شيء وبيفعلوا بالمقابل شيء آخر تمام، بيكذبوا على العالم، بيحكوا شيء اللي حابين العالم تسمعه، وبالمقابل بيكونوا عم بيعملوا شيء مختلف تمام. فأنا بقدر أكد لك أنه نحن جايين بكل صدق نقول الحقيقة ونطبق القول اللي نحن جايين نقوله. يعني تتحدث عن موضوع الشهادة والشهداء، برأيك ما الذي يجمع أو يفرق بين شهداء ال75 وشهداء اليوم؟ ما في شيء بفرقهم، نفس المسيرة يلي ابتدأت مع بشير مستمرة اليوم، والبرهان على ذلك انه في اشخاص تعبوا من حمل الشهداء، في اشخاص اعتبروا اليوم انه ضرب الشهداء وضرب الرموز المسيحيه بيسمح لهم اليوم او بيسهل لهم الطريق الى دخول العهد الماضي، الى دخول النفوذ السوري، الى دخول النفوذ الايراني الى لبنان عن جديد. من يضرب الرموز المسيحيه اليوم؟ المسيحيين بذاتهم والمسيحيين بداخلهم. ولكن يعني اللي عم تقصدون شيخ نديم يعني اختارهم الشعب اللبناني، اختار هؤلاء. نعم صحيح، اختارهم على اساس وعلى اساس مشروع 2005 يلي اليوم تغير كثير منه، ويلي اليوم سحبوه من سايتاتهم الانترنت، ويلي اليوم بطلوا يفتخروا يحكوا فيه. المواقف يلي انتخب على اساس التيار الوطني الحر بال 2005 بطلت المواقف هي ذاتها لليوم مطروحه بالشارع. بفتكر ب 14 اذار 2005 الجنرال ميشيل عون، نحن كنا عم نتظاهر بساحه الشهداء، الجنرال ميشيل عون كان عم بيقول جمله كثير مهمه، انه انا ما ممكن اتحالف مع حزب الله طالما ولا جغرافيا ولا تاريخيا السلاح تبعه محدد، ولا محدد جغرافيا ولا محدد بالوقت. فكيف اليوم من بعد 14 اذار 2005 كان يقول هيك جمله، اليوم متحالف معه بدون اي شرط؟ ما في اي شرط، شايفين اليوم انه لابل بالعكس عم بيدافع عنه، عم بيدافع عن كل مواقفه. يلي بيتهمونا انه نحن وقت بيتهمونا انه نحن وهون بحب اقول الكلام يلي قاله امبارح على القناه ال بي سي كمان ابو جمره. نعم. بيقول انه نحن بيقولوا نحن ما بعرف ماني متذكر اي كلمه اعتمد. نعم. ولكن انه مستزلمين عند الحريري، ما بعرف اي مستزلمين تبعيه عند الحريري. نعم. خليني بس اقول لك شغله، انه نحن ما بحياتنا غيرنا موقفنا، نحن لبل بالعكس، نحن وقت تيار المستقبل والسنه اجى اعتمدوا لبنان اولا، اعتمدوا سياده لبنان وحريه لبنان، ساعتها حطينا ايدنا بايدهم، نحن صرنا 30 سنه كنا عم نناضل من اجل التقاء اللبناني الحقيقي، وقت هن اجوا واعتمدوا شعاراتنا واعتمدوا ثوابتنا، ساعتها حطينا ايدنا بايدهم وقلنا لهم اهلا وسهلا، بينما من المقابل نعم الجنرال يعني عون بس عفوا نعم الجنرال عون والتيار الوطني الحر هن اللي غيروا بس اذا فيك تسمي لي موقف واحد غيروا له. ولكن يعني عندهم وجهه نظرهم وبيعتبروا انه هذا التحالف والتفاهم مع حزب الله وحزب الله هو يعني شريحه من الشعب اللبناني. صحيح. يعني ربما حمى لبنان وحمى المسيحيين من مخاطر معينه، هيدا يعني هيدي حجه. انا ما شفت انه حمى اللبنانيين ولا شفت انه حمى المسيحيين، ما شفت ابدا. هلا اذا بدكم تقولوا لي انه ما فات على بيروت وما فات على الشرقيه، كتر خيره. طيب بس انا بحب كتر خيره، لانه وفرنا من حرب اهليه كثير كبيره. بس انا اللي بحب اقول لك اياه انه اليوم من الوثيقه انا ما شفت ولا بند واحد، ما في بند واحد تطبق من الوثيقه، من وثيقه التفاهم. يعني انطلاقا من موقفك، هل ممكن نقول انه عنوان المرحله المقبله يعني سيكون فريق ضد فريق، ام يجب ان تكون هناك مبادئ ويعني عناوين معينه؟ ليس هو فقط فريق ضد فريق، هو مشروعين الى لبنان،
مشروع واضح، مشروع لهيمنة حزب الله على الدولة، مثل ما إميل لحود بالماضي أول ميليشيا على الجيش وبعدين رجع أول حزب الله على الدولة اللبنانية. اليوم هيدا المخطط مستمر مع حلفاء إميل لحود ومع حلفاء سوريا في لبنان ويلي الحلفاء الجداد والقدامى.